امي، انا برايي نخبي البضاعه احسن ما نلاقي. طولوا بالكم، بجوز مو ملقوط، بركي صاير معه شيء. لو ابو طمزه مو ملقوط كان اتصل لعند ام هاني، اكيد ملقوط. اذا ملقوط معناها خلونا نخبي البضاعه، ما بدنا نقضيها، رايحين جايين من على الشبابيك نطوطه، هلكنا. فهيم كثير ما شاء الله. شو حكى برات الطريق حتى عم تتهكم؟ عم تقري كتب ولا؟ سم الموت امي، من 10 سنين ما فتحت كتاب. لكن منين جايبتيها هي تتهكم؟ من التلفزيون. اذا لقط اكيد بدها تجي كبسه على البيت، خلينا نفضي الاغراض من البيت احسن ما نتبهدل. وينك لهلا؟ شو اعمل؟ ابو بطيخ ابو تامر ما فارقني ولا دقيقه. يا حبيبي ناقصنا ابو تامر، شو بده كمان مبينه مصلطوا ابو نجيب مثل ما صلط عفيف علينا. هلكني كل شوي شوي اللي شو في بعباك؟ شو في تحت السلوك؟ لكان مرت عمي خلينا نشغله معنا مثل ما شغلنا عفيف. شغلوا سيدي الجماعة أشرف من الشرف، أنا شخصيا ما شفت عليهم شيء. عجيبة عجيبة. لا عجيبة ولا شيء سيدي، هلا الواحد إذا كان معه مصاري ضروري يكون حرامي يعني؟ لكن من وين؟ من وين؟ من كندا سيدي. إيه من كندا، قرايبينه لأبو تمزة. حاج يا راجعت البنك ما شفت لا حوالي ولا صرماية عتيقة باسم أبو تمزة. باليد سيدي باليد، عم يبعثوا له مع قرايبينه هيك مع السواقين اللي بيجوا لهون. صباح الخير. صباح النور. أهلين هاني. لا هاني. نعم سيدي. مشي معي لشوف. لوين؟ في إلي موضوع بدي أحكي معك على جنب. مشي معي. حرام. شنقلي.